عن شيء بفضل الله وبستر الله في بلد تعلمون أسرارها وأخبارها. فنريد أن نتمسك بديننا وأن نتمسك بتصوفنا وأن نعلن أننا من أهل لا إله إلا الله بحق، وأن نعلن أننا واقفين على باب الله بحق، مش كلام ولكن عمل. والعمل يبدأ من الدعوة، والدعوة لا بد منها، لا بد من أن الأخ يدعو أخوه وجاره وزميله وحبيبه ونسيبه، يدعوه إلى الله حتى تتسع رقعة أهل الله فتضيق رقعة أهل الشيطان. يا أبنائي، المقصود الأول نشر الدعوة إلى الله حتى لا يكون للشيطان بيننا نصيب، وإذا كان له نصيب فليكن نصيب لأخي مثلا. فأرجوكم اجتهدوا بالدعوة، ولا يكفي اللسان، إنما اجتهد بالدعوة بعملك أمام من تدعوه. لما يشوفك قمت بأشياء لها قيمتها يحترمك ويرتفع بك وهكذا وهكذا. العمل قبل المقال، المسألة مش مسألة كلام، إنما مسألة عمل. وعمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. عمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. العمل يا أولادي. ولذلك أرجو وألح، وأرجو وألح على الاجتماع بتاع يوم الأحد هنا والأربع، والأحد بيكون يوم العبادة، والأربع بيكون يوم الدرس. وأسأل الله تعالى أن يكون درسا في قواعد التصوف قدر الإمكان، لأنه لا ماذا يفيد الأخ إن عندما أقول ألف لام ميم الله أعلم مراده، ليست هذه في حقيقته مفيدة له، إنما هي إفادة طيبة. كما عندما أذكر له آيات الصلاة وآيات الزكاة وآيات الصوم والحج، وأذكر له التحبيب الإلهي بالذكر، هناك معنى للاجتماع غير المعنى العام الذي يجتمع فيه الناس في كل مسجد على أي وقت. هذا ما أرجو إن شاء الله، وأتمنى أن نبدأ برسالة شيخنا الكبير رضي الله عنه سيدنا الشيخ إبراهيم الخليل، كتاب المرجع، فهو فصول صغيرة، هذه الفصول مليانة معاني وفضل وبركة إن شاء الله. عندنا إخوان مباركين في صحن المنيا، بنوا مسجدهم خير بنا، ويريدون أن يكونوا العشيرة هناك اللي تقوم بالدعوة في هذه الأماكن. وأنا أفضل أن إخواننا هناك يسجلوا عشيرتهم لوحدهم، ما يتصلوش بحد ثاني، إنما العشيرة على أصولها وعلى قواعدها وعلى مطبوعاتها إن شاء الله تكون هناك بإذن الله. أما إن نسمع آخرين لا، إحنا لله الحمد والشكر، حتى وإن كانت الفروع هناك للعشيرة هي تبعانا، لكن أفضل أن يكون كل جماعة لهم استقلال في ذاتهم حتى لا تكون هناك خلافات وحتى لا يدخل الشيطان.